أعزائي المشاهدين برحب بكم في حلقة جديدة من برنامج نبضات أه بتكلم في البرنامج ده عن فكرة بتنشأ في القلب وتغطي على التفكير وعن مشاعر يمكن تصحى بيها وتكمل معاك طول اليوم وانت مركز في نفس الفكرة وبتبعدك عن محضر الله وبتخليك دايما عايش تحت هذا هذه السيطرة الفكره اللي عايز اتكلم عنها في الحلقه دي هي فكره الغفران وعدم الغفران عدم الغفران نبضه بتنشا من جوه القلب وتقول لك ما تغفرش ازاي تغفر للي ليك هذه الاساءه الضخمه الصعبه كان في مجموعه من الحطابين بيشتغلوا في وسط غابه وعمالين بيجمعوا حطب وفي لحظه من اللحظات دي جه ثعبان وقرص او عض واحد من هؤلاء الحطابين وابتدوا اصحابه يقولوا له تعالى اجري نلحقك نلحق نروح آه نعالجك لكن هذا الرجل اصر اصر من كل قلبه انه يلاقي الثعبان ويقتله والنتيجه انه فضل يبحث عن هذا الثعبان اللي اختفى وسط الحطب ولم يجده مات بسبب انه عايز ينتقم من هذا الثعبان. في ناس كتير بتفكر نفس تفكير هذا الحطاب، انا مش هغفر إلا لما انتقم. والرب يسوع قال في تعاليمه على الجبل هذه الكلمات: "فإنه إن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم الذي في السماء أيضا زلاتكم." لازم تفكر بهذا الأسلوب لو أنت ما غفرتش أنت اللي لو انتي اللي ما غفرتيش انتي اللي مدانه وانتي اللي عندك المشكله. ميزان الغفران اللي علمهن المسيح هو اني اغفر فيغفر لي. لو ما غفرتش للناس زلتهم هيفضل العدل الالهي يقتص مني ويعاقبني. عايز اسالك ليه مش عايز تغفر للأساء ليك؟ في ناس تقول أصل أنت مش عارف الإساءة كانت ضخمة جدًا، لكن أنا عايز أقول بعض الأمور اللي تخليك يمكن تفهم ليه أنت مش عايز تغفر. أول حاجة الإنسان اللي خايف يغفر خايف إنه يعفي الشخص اللي أخطأ في حقه من مسؤوليته، يقول يعني إيه يعني إيه أغفر له؟ ده أساء ليا، ده مسؤول إني أنا انتقم منه او انه القانون ينتقم منه، لازم ننتقم. الانتقام لغه اصبحت مشهوره هذه الايام. انا مش هعفي المسيء انه اذاني، انا عايز اخد حقي، لما بتخاف انك تعفي الشخص اللي اساء ليك، وانك تديله الاطلاق فتتحرر انت بتفضل انت اللي مربوط، الخوف من انك تعفي الشخص من مسؤوليته بيخليك مرات ما تغفرش لكن حاجة تانية في واحد يقول انا مش هغفر لانه ده معناه ان انا بتساهل في الايذاء اللي حصل لي انا اتأذيت انا ما اقدرش اغفره بس معنى كده ان انا بتساهل وبديله الفرصة انه يسيء الي مرة تانية لكن عايز اقول لك في بعض الناس بتفكر بالطريقة دي بتقول انت عارف أنت عارف إنه الإساءة اللي حصلت في حياتي إساءة شديدة جدا 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 أنا شاعر بالأسى والألم لأني اتأذيت. ومن وجهة نظري يقول الشخص اللي مش عايز يغفر أو الأخت اللي مش عايزة تغفر من وجهة نظري أنا ما قدرتش أحمي نفسي ما قدرتش أحمي يمكن أولادي أو عيلتي من هذا الإزاء عشان كده أنا مضطر إن أنا ما أغفرش لان ده اخر كارت انا ماسكه في ايدي دي اخر حاجة قوية في ايدي ان انا ما سمحكش مش انت اذيتني وانا مش قادر احمي نفسي الحاجة اللي في ايدي امسكها عليك ان انا مخفرش امر صعب نفتكر قصة الثعبان والرجل الحطاب وكل مرة هتدور على الاساءة وما هيفضل السم سم عدم الغفران يجري جواك والنتيجة يبقى فيه مرارة. تذكر الغفران يمنحك سلام ويشفي أعماقك. لو أنت ما غفرتش السلام هيروح، لو أنت ما غفرتيش المرارة هتتولد جواك، أنت عارف عدم الغفران بيولد جوانا مشاعر سلبية كتيرة جدا. أول شعور هو الغضب الدائم، غضبان غضبان من كل الناس ومن المجتمع. غضبان جواك غضب لانك مش قادر تغفر تذكر ان الغضب لا يصنع مشيئه الله لو انت بتفكري انه الغضب اللي جواكي ده بسبب انك عايزه العالم يصلح والمجتمع يصلح لا خدي بالك خد بالك انه ممكن يكون الغضب بسبب عدم الغفران الامر الثاني انه عدم الغفران يولد مراره كئيبه في قلب الانسان يقعد ينام ويقوم بنبضات مرارة جواه وكل شيء في فمك يتحول إلى مر كلامك أصبح مر أصبحت انفعالاتك شديدة جدا أصبحت تعليقاتك جرحة جدا ليه؟ لأنك من الداخل هناك مرارة بقيت بتنتقد كل شيء كل الناس حواليك بتنتقدهم وكأن أنت بس اللي ما بتصنعش أي شيء خطأ لكن الأسوأ من ذلك أن عدم الغفران يتحول إلى كراهية فتلاقي نفسك كرهت كل شيء والنتيجة إنك عايز تنتقم تنتقم يمكن يكون حصلت إساءة في حياتك الجرح كان شديد في ألم ووجع وبعدين إبتديت تحس بظلم شديد جدا فإبتدى الغضب يملأك الغضب ده يتلوث بخطايا مختلفة وبنميمة مختلفة وكلام الناس اللي حواليك فالتلوث ده يصنع مرارة دائمة والنتيجة الكراهية تزيد عايز انتقم تروح تنتقم ويظن الإنسان إنه بانتقامه تشفى نفسه والنتيجة إنه تتعرض لإساءة أكبر يمكن من الشخص اللي أذاك لأنك أذيته ويبتدي دايرة لا تنتهي والنتيجة تصبح مسجون داخل هذه النبضة وداخل هذا السجن مليان بمشاعر سيئة عايز اكلمك في اللحظات الأخيرة من الحلقة دي عن معجزة شفاء الجروح من الإساءات اللي حصلت الوحيد اللي يشفي جروحك وجروحك هو الرب يسوع لأنه على الصليب جرح من أجل معاصينا الرب يسوع مكتوب عنه انه بجروحاته بحبره شفينا انت وانت واقف بتصلي ابانا الذي كل يوم بتقول له واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا وعلق الرب يسوع على هذه الطلبة وقال لأنه إن لم تغفروا للناس زلاتهم لن يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم خلي بالك إن الأمر خطير جداً. الشرط للغفران الدائم في حياتك إنك تغفر. وده معناه إنك محتاج لنعمة الله، ما هو أنا هغفر منين؟ أروح للصليب وأقول له يا من غفرت ذنوبي وآثامي، ساعدني إني أغفر. الشخص اللي ما يعرفش المسيح صعب جداً يغفر. لكن نعمة الله بتدربك فيفيض قلبك بالحب. فتبقى عندك الرغبه في البذل وتلاقي انه في محبه حقيقيه تجاه حتى الاعداء في ناس كتير تقول يا رب اغفر لي وبعدين مش عايز اغفر للاخرين اقول لك حاجه لا يمكن لا يمكن ان انت تنعم ببركه وتمنحها عن غيرك واحد مره قال لا يمكن أن يتذوق الإنسان حلاوة التين من يد الرب وهو يزرع الأشواك للآخرين، لو زرعت الشوك للناس حواليك متوقع ليه والرب الرب يديلك ثمار حلوة كثمرة التين؟ عملية الشفاء عملية طويلة، خد بالك الغفران ليس النسيان أنا لا أدعوك وأقول لك هت هتصلي فتنسى، لن تنسى الإساءة لكن هتغفر للأساء ليك هتشوفه بعنين الشخص اللي شافك فرضي عنك فسامحك وتقول له لأجل إنك سامحتني ولأجل جروحاتك على الصليب أنا بغفر لإخواتي اللي أذوني وحتى أسامح أعدائي النتيجة إنه الغفران ده يبدأ رحلة الشفاء في حياتك مفيش غفران مفيش رحلة الشفاء رحلة الشفاء طويلة وممتدة يشفي فيها الرب حياتك من مرارة والألم ويحررك تحرير كامل. لما أمارس الرحمة أجد الخير والبركة من عند الرب. يا رب ساعدنا في هذه اللحظات إن إحنا تتفتح قلوبنا فنفهم ما هي رحمتك ونقول لك كده ما أكرم رحمتك يا رب نحوي. يا رب علمنا إنه نبضات عدم الغفران اللي بتسيطر على حياتنا تنتهي ونلاقي نفسينا بنتعلم نغفر فنغفر فنغفر وننال منك الغفران الدائم في حياتنا يا رب علمنا بدلا ما نزرع الشوك في حياة الناس نزرع بزار المحبة فنغفر كما غفرت لينا يا رب ساعد كل شخص تحت النير عدم الغفران إن ينكسر هذا النير وتتحرر النفوس والشخص يهتف ويقول حررني يسوع اراكم في نبضه قادمه